صوت قتال. هل هاجم شيء حس كارجا؟ مفسد. استديري يا فتاة، هذه المكان فضلك. الشمس التي تخاطر بحياتها. فتاة، هل أمي؟ إذن هل ستفتح البوابة الآن لي؟ سمعتم، افتحوا البوابات وأرسلوا الخبر إلى بالان. أين ستذهبين؟ الغرب، إلى ميريديان. افتحوا البوابات. طريق الصخور المحطمة وعر حتى في الأيام الجيدة. ربما ستود التحدث مع بالان. لقد أتى من الميريديان منذ فترة. ستجده في الحصن في شرفة على اليسار تطل على الوادي. حسنا، شكرا. نحن من علينا شكرك على هزيمتك للروبوتات. بالتوفيق يا نورا. أفضل من الأنهار على كابتن بالان، قال حارس البوابة إنك ذهبت لميريديان. ماذا أتوقع في طريقي؟ لا شيء جيد، المزيد من الروبوتات دائما. الفساد موجود بذلك الطريق أيضا، ويجب إغلاق البوابات. عليك بالطرق الممهدة فهي آمنة، لكن بعد ما فعلته عند البوابة أنت شجاعة. نوعيتك جيدة، سأستفيد منك إن لم تمانعي برحلة إلى الشرق. جرأة مني أن أسألك معروفاً بعد معروفك، لكن سأقدم إجابات بالمقابل لو احتجت شيئاً عن مملكة الشمس. ماذا تحتاج يا كابتن؟ أرسلت دوريات شرقاً حين جاءت روبوتات فاسدة هناك. كلهم أكدوا مخاوفي، لذا أغلقت البوابات. تركنا بعض الرجال خلفها حين أغلقناها. وليد، أخبرها ماذا حدث؟ لقد هاجمتنا الروبوتات قرب قرية نورا مهجورة. أمرنا الأخير بالتراجع، ثم لم أرى الآخرين. ألم ترى أنثى نورا قبلاً يا جندي؟ أظهر بعض الاحترام، وجه الكلام لها. الأخير يتوتر في التبليغ، لذا هذا ما فعلته. إنني أشعر بالضيق لتركه. البوابات فتحت مجدداً، سأرسل أحداً في إثرهم. ألا ترسل الجنود لإيجاد الرجال المفقودين؟ ماذا عن وليد؟ معظم النورة لا يتقبلون رؤية درع كارجا، ورسمياً خطير إرسال دوريات قرب أرضك المقدسة. أفضل ألا أفعل، لكن ذلك الطريق مناسب لك. هيا وافقي. ما كان هذا؟ لا شيء سيء. ما هذا المكان بالضبط؟ يحدد برج النهار حدود أرض الكارجا. إنه ساحة تجارية، استراحة طريق، ذو سمعة بشعة لدى قومك. خلال عهد آخر ملك شمس تم أسر الكثير من النورة، وجمعوا هنا لينقلوا إلى ميريديان ويضحى بهم. هذا من الماضي. لقد عينني ملك الشمس آفاد لأحرص على تقديم الكارجا الاحترام إلى النورة. وما حال الوضع الآن بين قبيلتك ونورة؟ إن آفاد يريد السلام، وكذلك الجدات الحكيمات.
لكن الجراحة تلتئم ببطء والقبيلتان مزهوتان. مهمتي عدم وجود استفزازات من مملكة الشمس، خاصة الآن بعد حسن. أعني بينما يتعافى قومك من هذا الهجوم. كيف هي ميريديان؟ إنها مكان مختلف، مدينة حية لا شيء على حاله منذ حكم ملك الشمس جيران. آفات فعل كل ما بوسعه للحرص على هذا. لقد تم إلغاء العبودية، يوجد اتحاد مع الأوزرام وحلبة الشمس، حيث قتل الكثير من الغرباء، أصبحت نصبا تذكاريا. إذن الكارجا متحدون مع الأوزرام؟ لا يصدق، لكن حقيقي. غزا ملك الشمس جيران الأوزرام لسنين، ونجح آفات في ضمهم إليه. تلقى المساعدة بالطبع. لعب إرسا وإرند من الأوزرام دورا كبيرا، جمعوا جيشا لتحرير ميريديان. انطلقت معهم، اعتلينا الجرف الشمالي وأمننا معبد الشمس، أرسلنا عواسق وكهنة جيران فرون. رؤية الأوزرام أمر معتاد في المدينة، وصوت معتاد أيضا، كثيرا ما يتشاحنون. أهناك ما تخبرني به عن الطريق إلى ميريديان؟ كرس آفات كمن لا بأس به من الموارد لتأمينه. يشهد قرص الشمس أن التحكم به أصعب في السلم عن وقت الحرب. تزداد الروبوتات خطراً، إضافة لقطاع الطرق وتقارير ذلك الفساد. نكافح لحماية قواعد مثل هذه. أما بقية الأماكن، حسناً، سافري على مسؤوليتك. هل عبر أوزرم يدعى أولين من هنا؟ مرتين، كان جزءا من الوفد المبعوث إلى النورا، ومروا في ذهابهم وإيابهم. عادوا بقصص عن هجوم غاشم على قومك، تعازية بالطبع. أتعرف أين أولين الآن؟ ليس بالضبط، لكنه كان في طريقه إلى ميريديان، أنا متأكد من ذلك. تبدو موافقا على ملك الشمس الجديد. إنه المختار من الشمس، وما تحتاجه مملكة الشمس بعد عقد من الحرب. ضوء مريح، لا ضوء مقرح. أراق جيران الدماء لأتفه الأسباب، أما آفاد هو آخر ملجأ له لحظ من يقللون منه. يتهمسون أنه ضعيف. لا، السلام قوة كما ستظهر الشمس. سأساعد بشأن رجالك المفقودين. سأكون شاكرا، لكن ليس بقدر وليد. أسمعت يا أبلة؟ قد يعفى ذنبك. امرأة أخرى في محفل القيادين. لا تنسي تجميع المخزون قبل أن تنطلقي في الطريق. قائدة الفانغارد قتلت. هذه ليست سلعا، إنها ضرورة. لا تتجاهلي البضائع.
يبدو أن الروبوتات واجهت دورية الكابتن بالان هنا. أحد جنود الكارجة سقط هنا. لابد أن بقية الجنود تراجعوا، لكن أين؟ جندي على الأقل موته سريع. ساعدني هذا. ليست تلك خوذة آخر جندي كارجا. كاد يفقد أحدهم رأسه ثم هرب. أندموا على هذا. دماء بكل مكان. جذب روبوت شيئا إلى الماء هنا، لكن ربما وصل للجزيرة.
فك هذا الشيء قوي. يمكنه شق ساوتوس. الاستعداد أمر جيد دائما. الأمان لبضع دقائق فحسب. دماء بكل مكان. ما هذا؟ غناء؟ لم ينتهي أمري. لم أتوقع أن يجدني أحد، خاصة أحد النورة. لم أكن أتوقع إيجاد جندي كارجان إصفعار يغني. أنا أعتذر عن تصرفي، ظننتني ميتا. أرجوك، طلب قائدك أن أعيدك لبرج النهار. أرفض أن تقودني نورا إلى قاعدتي وكأني سجين. حسناً، اذهب وحدك. مهلاً، انتظري. لقد صرعت سناب ماو، أكل نصفي المكون من درع وقوس. لا يزال اللص في الماء. هذا يفسر وجود القوس على الجثة. هزمته وحدك؟ تصور هذا،
أتريد القوس أم لا؟ شكراً، لم أرد أن أموت على أرض غريبة مثل رجالي عسى أن يقودهم ضوء الشمس. لا يمكنني تصور رؤية كل هؤلاء الناس يموتون. كان علي ارتداء ملابس أثقل. Thank you.
عالم ما وراء الأرض المقدسة. سأعثر على أولين وأعرف من يعرفه. من كان القتلة؟ كيف رأوني من خلال مصلاته؟ من المرأة التي تشبهني؟ لمن يريد القتل؟ أثر أولين يقود لمريديان. عندما أمسك به سيتحدث وسيدفعك من القرب الذي سببه. طازج! Thank you.
الضربة الأولى. Thank you.
يجعلني هذا الطقس أشتاق إلى حشاء أمي. رأوني من خلال مصلاتي. من المرأة التي تشبهني؟ لما يريدون قتلي؟ أثر أولن يقود المهدر. عندما أمسك به سيتحدث وسيدفع ثمن الحرب الذي سببه.
على مهل، على مهل. أخبرتك أننا سنتقابل. نيل، تصطاد قطاع طرق؟ أوه أجل، لقد كنت أصقل نصلي وأنتظر رائحة القتال. لا تفهميني خطأً، رائحة الحثالة فواحة، القليل من الذعر واليأس يحركانها كالبخور. إذن ما اسم سكينك؟ لما يسمي أحد سكينة؟ إنه حديث قصير. أنت مستعد؟ هذا لا يعني أني أستمتع بهذا. لا تقلقي، سنأخذ سرك إلى قبورهم. سيكفي هذا.